خبر فني، حيث انتهت الفنانة ديانا كارازون من تسجيل أغنيتها السنجل الجديدة والتي تحمل عنوان أول شتوي في عمان، من كلمات عمر ساري والحان محمد زيدان وتوزيع خالد مصطفى. صح قلتها أول شتوي، الظاهر أول شتوية في شتوية عمان، حاجة زي كذا، مو لايق عليه بس اوكي. اليوم طبعا الفنانة ديانا كارازون راح تقوم بتصوير هذه الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاكوب لمبز، كما أنها تضع حاليا لمساتها الأخيرة لألبومها الخليج. راح نتابع أكثر تفاصيل في تقييم التاريخ. أول شتوي في عمان لما السماء بتبوس الأرض، لما الورد يودع ورد والزيتون يرقص فرحان. أول شتوي في عمان ترجع ريحة الطابور والهيل بكهوة مطحون والشجر هالزمان ولا بعزك وقفتي. أول شتوي في عمان أغنيتي الجديدة عم بحضرها باستوديوهات بلان بي، اليوم موجودين أنتم معي، كلمات عمر ساري، ألحان محمد زيدان، توزيع خالد مصطفى. ما في أحلى من شعور أول شتوية، بجد أول شتوية بعمان عن جد، منشم ريحة الطابون ومنشم ريحة الأرض ومنحس بحنين عمان بجد. يعني اليوم أول مرة كنت بغنيها هيك على بعض بكيت، طبيعي إنه هذا الإحساس يطلع، وعلى فكرة يعني دموع هاي بشوفها أنا دموع الفرح، وهي ما بتطلع دائما صراحة إلا لما بتكون أنت من جوا عندك شيء ماضي كتير حلو أو بتتأثر بشغلات كتير حلوة. لا الإصابة الحمد لله إجت على خير، يعني شوي بتوجعني بس الحمد لله، يعني منيح ما اجت فوجي صراحة، لأنه هذا زيت يعني هو أصعب إشي، بس الحمد لله، مع أنه يعني بحسيت حالي نسيت بيت وواقفة بالمطبخ وعم بشتغل، بس الحمد لله اجت على هيك الحمد لله. عم بحضر هلا، يعني انا مركزه في البوم خليجي كامل، اول مره بعمل البوم خليجي، سبق انه غنيت خليجي ولكن كالبوم كامل لا اول مره، وخلصت منه تقريبا 6 اغاني. لاحقا رح احكي مع مين تعاونت مع امراء وشعراء كثير كبار وناس مش معروفين كمان ابدا